نبات الخريف البنفسجي الزعفران. بعد سنة من الانتظار تأتي لحظة قطاف هذه الزهور الأرجوانية، زهور لا تفتح إلا لأسبوعين، لتجد في انتظارها السيدة فاطمة رحال لتقطفه بطريقة تتطلب الكثير من اللين، ومعه تروي لنا قصتها مع هذه النبتة بولاية البويرة. حاج ربي رحمه إن شاء الله هو اللي عنده الفكرة هذه، جاسي البرومي الأول اللي خدمها في الأولاد بويرة، كان مسكين متحمس عليها، من بعد دار هذا قال سيت ترافاي فاميليار صح، هو غرسها وحنا نعاونوه، حنا نحيو معاه الحشيش، نقطو نوار، والخدمة فيها تعب، ماشي ما نقولكش ما كانش تعب، هكذا وصانا وهكذا قال لنا كملوا برك في طريقي، خدموا كيما خدمت وتنجحوا بربي إن شاء الله. بابا ربي يرحمه، رانا نخدموا مع العائلة، خاوتي ويما وفاميليال، نتلايموا في الدار، نتعاونوا، كل واحد واش يدير. بانتهاء السيدة فاطمة وأبنائها من قطاف زهور الزعفران، تأتي مرحلة فصل الزهور البنفسجية وتوظيبها على أن يتم وضعها داخل عبوات زجاجية لحفظها. ستين كولتور ومليح دواء كاع لا سونتي تاع العبد، كي تروح للحانوت هكذا تقول له زعفران يعطيك زعفران تاع تاع ليرون ولا تاع ما على باليش، باسكو هذاك رخيص بزاف وتاع عنايه غالي، غرام راه يدير اونتر 5000 و 6000 دينار لو غرام، وحنا رانا نبيعوه فيه 2000 دينار لو غرام. التسويق لازم تعاون في التسويق، هذا واش نطلب انايا، سينو لا كولتور دو سافرون تتبلوكا في الجيري، ما يكونش تسويق الناس ما تخدموش. صعوبة قطاف زهرة الزعفران تعدتها الأسرة لتجد نفسها أمام إشكالية التسويق، ملك التوابل وأغلاها ثمنا يجد في التربة الجزائرية موطئ منبت له ينافس أعرق الدول في إنتاجه، وبعزيمة السيدة فاطمة في المضي زرعا وإنتاجا وتسويقا للذهب الأحمر ليكون بديلا عن الذهب الأسود.